مع غادة اليوم من مكان جميل جداً في وسط مدينة عمان بأجواء شتوية مميزة. موجودين هون مع ضيفة من كندا، ضيفة مميزة جداً، دكتورة رائعة جداً، دائماً رحلاتها دائماً بين كندا والأردن وفلسطين وكل أنحاء العالم العربي لحتى تشتغل مع الشباب وتشتغل مع المجتمع ولتحسين العديد من الأمور والقضايا اللي اليوم يعاني منها مجتمعنا، شبابنا وسيداتنا. بكل معنى الكلمة اليوم ضيفتنا تعمل فعلياً وحقيقياً على تمكين المرأة وهي مثال لتمكين المرأة. دكتورة فرح موجودة معانا اليوم وإحنا سعيدين جداً بوجودها معانا. لقطناك قبل ما تروحي على كندا. صباح الورد. صباح الورد غادة حبيبتي، شكراً لإلك، شكراً لرؤية، هاي المرة الثانية لإلي مع رؤية وأنا كثير مبسوطة أكيد لأكون موجودة معك ضيفة ثانية لمرة ثانية حبيبتي يا غادة. الله يعني، ولكن المرة الأولى كنت عم تحكي عن مشاريعكم بماب كندا وكيف عم بتحاولوا تساعدوا فلسطين بما يخص العون الطبي، ولكن اليوم رح نحكي عن فرح، فرح الدكتورة، فرح العربية اللي تؤمن بقضيتها الفلسطينية واللي تحملها وعم تتحرك فيها بكل أنحاء العالم. حكينا عن بداية المشروع فرح، متى رحتي على كندا وإيش درستي وإمتى بلشت يعني حياتك المهنية؟ حبيبتي يا غادة، رحت كندا من زمان كتير، يعني عائلتي كلها موجودة في كندا، أعمامي من الثمانينات ما بيروحوا بيجوا لكندا، فإحنا تربينا بين الأردن وبين كندا. درست مرحلة في الأردن ودرست المرحلة الأكبر كانت بكندا. اشتغلت مع ماب as a volunteer من 2012. بتعرفي شوية كندا كثير بنعتمد على الكوميونيتي اور وعلى الكوميونيتي ورك از ا ستودنت في المدرسه لحتى تقدر تخرجي كطالب من المدرسه. فبلشت مع ماب بال 2012 از ا فولنتير، وبعد ما تخرجت بال 2012 درست بايو كيمستري اند مولكيولر بيولوجي، الاحياء الكيميائيه والذريه، بعدين دخلت كليه الطب بناء على رغبه بابا، مع انه انا ما كنت بدي كنت بدي ادرس هندسه طيران. فدرست دخلت كليه الطب وبلشت اختص بالتجميل ان شاء الله. بعد هيك ضليتني برضه مكمله مع ماب لانه كثير بحب هذا الشغل، يعني كثير بيهمني انه نشوف اليوم احنا كسيدات او كبنات موجودين بمجتمع عربي برضه برا نوصل لمناصب او اماكن قياديه نقدر نبين انفسنا منها. فبس يعني بلشتي اذا يعني درستي، ولكن بنفس الوقت ضلوا عندك الشغف اتجاه كيف تغيري بمجتمعك، ضلوا عندك الشغف كيف تكوني متواجده بشكل تطوعي ربما بالبدايه، وبعدين صرتي الرئيسه التنفيذيه لماب. فاليوم حطينا ماب عم تشتغل وين وانت شو عم تحاولي تغيري بطريقه عملهم وشغلهم؟ مزبوط. هلا كماب نحن هلا عم نشتغل بكل دول العالم، هي بس كاسم ميديكال ايد فور بالستاين، بس احنا عم نتفرج على كل الناس بشتى دول العالم، سواء دول عربيه، دول اجنبيه، بساوث افريكا، روهينجيا، بكل دول العالم عم نشتغل. عم نركز على فئات شوي مهمشه من المجتمع غاده. اول شيء فئات المراه، which is كثير ضروري انه في اماكن معينه، نحن كثير بنعرف انه باماكن معينه عندنا الست مهمشه او مش موجوده او ما لها دور فعال بالمجتمع. احنا مش عم نحاول نحكي انه احنا بدنا نكون الاقوى، بس بنفس الوقت احنا بندور على الايكواليتي اللي هي المساواه بين الرجل وبالمراه بحقوق معينه مثل حق العمل، حق انها تاخذ مناصب معينه، مناصب قياديه، لانه برضه نحن عندنا فكر وعندنا الباور وعندنا الانرجي انه احنا نغير اشياء معينه بالمجتمع. فاليوم احنا برضو عم نركز على فئات برضو المهمشة اكثر، هم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة اللي عم بتعاني بمجتمعنا من تنمر، عم بتعاني من تهميش كثير، لدرجة انه حتى الاهالي صارت تخجل اذا عندها طفل بيعاني من اوتيزم، عندها طفل بيعاني من ديسابيليتي، عندها طفل بيعاني من داون سيندروم، الاهالي عم تخجل. فاحنا اليوم عم نحاول نورجي للناس انه كل حدا فينا اليوم، انا موجودة ولكن انا عندي أماكن معينة في حياتي برضه يعني بعاني فيها، ما في حدا فينا كامل.
فاحنا عم نحاول نورجي انه احنا اليوم بغض النظر انت وين موجود او شو الامكانيات اللي عندك، كلياتنا اذا انت عندك الحلم وعندك عندك القوه انت اليوم بتقدر تنجز وتوصل لمكان معين، ما في شيء مستحيل. يعني اليوم انت اليوم من مكانك هون، هل عم بتشوفي انه في امكانيه صارت اكبر انه المراه تكون موجوده اكثر باماكن صنع القرار، تكون موجوده اكثر باماكن تغير واقعها بيدها؟ طبعا. يعني اليوم المراه، يعني اليوم وزارات خارجيه عندنا سيدات، عندنا سفرة سيدات، عندنا طبيبات، وهذا الحكي مش من هلا، هذا الحكي من زمان، يعني من بالغزوات اللي كانت عم بتصير زمان في زمن الرسول، عندنا ممرضات كان يكون، فمن القدم احنا عم نحكي سيدات هم صانعين، عندهم قدرة لصناعة القرار، بيقدروا يكونوا في مناصب لحتى يغيروا اشياء كثيرة، وبنفس الوقت عندهم الفيجن انهم يصنعوا اشياء يغيروا فيها. يعني انت عم تتفرج اليوم بتلاقي الست هي ام في البيت عم ترعى اطفال، وبنفس الوقت بتروح على المدرسه بتدرس كمدرسه او كمذيعه مثلك غاده كسفيره. اليوم عندنا سيدات كثير كاعضاء برلمان، فاليوم السيدات بيقدروا يغيروا كثير في المجتمع، بس بدنا المساواه هي اكثر شيء. يعني كرجال برضه بنفس الوقت هم قادرين ببوزيشن معين بمكان معين يغيروا، ولكن برضه السيدات عندنا القوه وعندنا الباور وعندنا الانرجي انه احنا نقدر نغير اشياء كثيره. وهون فرح، رسالتك لكل السيدات اللي عم بسمعونا، الفتيات اللي عم بسمعونا سواء داخل او خارج العالم العربي، قديش اليوم مهم انه كل شخص يشوف شو امكانياته، قديش بقدر يغير بمجتمعه، وين مكان يكون بقدر يضيف. يعني انا دائما بقولهم يعني زي دكتوره فرح، زي كثير سيدات كان ممكن يكونوا قاعدين بكندا مبسوطين عم بتخصصوا تجميل، وبالاخر بيفتحوا عياده وبضلوا عايشين بالكومفورت زون او بهذا المكان المريح لهم، ولكن انت لا، قلتي لا، انت بدك تتطوعي، انت بدك تكوني جزء من بلادك، جزء من قضيتك، في عندك شيء بتامني فيه، فعشان هيك عم تعملي اللي عم تعمليه. طبعا. هلا الشيء الوحيد اللي ممكن اقدر اقوله لكل البنات بشكل عام، لكل السيدات وين ما كانوا اليوم، لحتى اول شيء ما في شيء صعب، لا في زواج ممكن يوقفك عن طموحك او هدفك او حلمك، ودائما علشان الواحد يوصل لهدفه الاعلى لازم يطلع من الكومفورت زون تبعه. ما في حدا فينا وصل بكل سهوله، كلياتنا وقعنا مره ومرتين وعشرة لحتى نوصل للشيء اللي احنا بدنا اياه، فكل حدا عنده حلم يتمسك فيه، كل حدا عنده طموح يشتغل على طموحه، لانه بنهايه اليوم انت حتوصل لطموحك، او انت بغض النظر شو عمرك اليوم، لا عمر اليوم عائق قدامك، لانه احنا هلا اليوم ب 2023 بنقدر نعمل اشياء كثيره، الدنيا عم تتطور، ولا مجتمع حيكون عائق لانه في كثير اشياء تغيرت برضه، ولا وقت حيكون عائق بغض النظر شو اليوم الوضع اللي انت عم بتمري فيه كسيده متزوجه او كسيده عامله او كبنت عم تصرفي على عائلتك، شو ما كان اليوم وضعك الاجتماعي، اليوم انت قادره تكوني ام، تكوني سيده مجتمع، تكوني اخت، تكوني زوجه، تكوني عده اشياء مع بعض، فاليوم اطلعي من الكومفورت زون تبعك، اشتغلي على حالك اكثر، امني بنفسك، وهذا الشيء كثير مهم، ما تسمعي للحواليكي اللي بيكسروك او بيكسروا مقاديفك لحتى ما توصلي، واللي بيحبك بيتقبلك زي ما انت. حبيبتي غاده يسلموا كثير. كل التوفيق لك دكتورة فرح، ودائما سعيدين بوجودك معنا، دائما بدك تقولين لما تكوني بعمان بليز. وبهيك بكون وصلنا لنهاية صبحية مع غادة، بدي أحكي شكرا للسيدة نادين كشكش لاستضافتها لنا في مكانها الرائع في عمان، وبدي أذكر كل من يتابعنا بأهمية التغيير اللي الكل قادر على صنعه، رجل وامرأة، شاب وفتى. شكرا جزيلا، وهذه عودة لزملائي بالاستوديو.